من أجل أن تواصل مسارها في التطوير والعصرنة وما إلى ذلك؟ هي الجيش الوطني الشعبي أكيد سيواصل مهامه، سيواصل في الإطار الذي خططه لهذا البلاد فيما يخص العصرنة وفيما يخص الدفاع عن الحدود. لكن الجنازة، يعني الحضور الذي أو الجنازة التي ستقام للراحل غدا إن شاء الله، ستكون أيضا دفع معنوي كبير لأفراد الجيش الشعبي الوطني، من ضباط، من جنود، من مختلف الأسلاك. يعني ربما لا أكون مبالغ إذا تحدثت قلت لأول مرة في العصر الحديث قائد عسكري يحظى بهذا الالتفاف الشعبي، يعني التفاف شعبي عظيم جدا لم نراه يعني في بلدان أخرى. كل هذا بفضل هذا التلاحم بين القيادة العسكرية والشعب، وهذا التلاحم ربما كما تحدثنا في قبل قليل حدث فيه شرخ في فترة معينة، لكن عاد لأصله، لأن البعض يعتقد أن هذا الأمر جديد على الجيش الوطني الشعبي وجديد على الشعب، وبالعكس هذا أمر تقليدي وأمر يدخل في العقيدة للجيش الشعبي الوطني. هذا التلاحم له باء طويل يعني في التاريخ، منذ 1954، منذ أول نوفمبر. لا ننسى أن الذي قام بالثورة وحتى هذا الجيش الأصل تاعه، النواة تاعه، هي من أفراد الشعب. إذن هذا الدفع، هذا الالتفاف الشعبي، وهذا التعاطف، وهذا المصاب الذي وحد الجيش والشعب، سيعطي دفعا وسيعطي يرفع من معنويات الجيش وسيرفع من معنويات الشعب أيضا. وصلنا إلى مرحلة الآن لا يجب فيها أن نعود إلى الخلف. القيادة العسكرية الأكيد أنه الآن دخلت في مرحلة جديدة، من سواء من الناحية الفكرية والعقيدة العسكرية، أو من ناحية تطوير القدرات القتالية للجيش الشعبي، للجيش الوطني الشعبي. كل ما نأمل الآن أنه أن يتم النظر، يعني إعادة تشكيل الحدود السياسية والأمنية للجزائر. لا ننسى أنه في فترة السبعينات والثمانينات كانت الحدود الأمنية والسياسية الجزائرية تمتد إلى وسط إفريقيا. الآن نحن فرنسا في مالي، وكنت تحدثت على هذا الأمر فيما سبق. الآن فرنسا صارت يعني جارة في الحدود، يعني عندنا ليبيا. الآن أمور كثيرة يجب أن تتغير، معطيات كثيرة يجب أن تتغير، وكل هذا سيتم بناء وفق تلاحم الجيش والشعب. صحيح. والشعب صحيح. أستاذ جمال بن عبد السلام، يعني اليوم يعني مسؤولية كبيرة ربما ملقاة على الجيش، خصوصا في مواصلة يعني محاربة الجريمة عبر الحدود وحماية أيضا البلاد من أي جماعات إرهابية قادمة سواء من الشرق أو من الغرب في المرحلة المقبلة. الجيش الوطني الشعبي باش نعرفه هو في حالة عامل ميداني من 92، يعني أنا تكلمت قبيلة على الاختطاف الأخر وإدخال البلاد في الإرهاب من الإرهاب المحلي. لقى الجيش الوطني الشعبي نفسه يتصدى للجريمة المنظمة وللتهريب وللإرهاب العابر للحدود وللقارات، وقد أثبت هذا الجيش رغم أنه رفض أن يقوم بأي مهمة خارج الحدود الوطنية وفقا لدستور الجمهورية الجزائرية، إلا أن هذا الجيش استطاع أن يحمي حدودنا وأن يضرب بقوة يعني شأفة الإرهاب ويستأصل الإرهاب، وفي نفس الوقت أن يضرب الجريمة المنظمة، وأن يعني والحمد لله اليوم الجزائر تنعم بالأمن والأمان. والجيش في عملية المواكبة إذا صح التعبير، أو الآن الشيء اللي تبعناه أنه الآن عنده نظرة استشرافية واستراتيجية استباقية للجريمة المنظمة وللإرهاب الدولي ولغيره، ورغم
أن التحديات راهي كبيرة وكبيرة جدا. يعني أنت الآن عندك 7000 كيلومتر حدود كلها مشتعلة، كلها مؤزمة، إما بإرهابيين، إما بجماعات إرهابية، إما كما تفضل الأخ بوجود دول استعمارية بمخابراتها، بميليشياتها التي تعمل لصالحها، بمجموعات من جنودها داخل أقطار شقيقة وجارة أمنيا وضعها هش، إلى دول يعني تبعث لك بالسموم والمخدرات يعني لنشر الموت البطيء في أوساط الشباب وفي أوساط المجتمع الجزائري. يعني لما تلقى هذا الجيش في هذه المساحة الشاسعة وفي هذه المسافة الطويلة يتحمل كل مسؤولياته، وكل يوم لما نتابع الأخبار ونستمع إلى التقارير نلقى عدد العمليات اللي يقدر الجيش أنه يوضع يده عليها، سواء كما قلت تعلق بكل عمليات، ثم هذا الجيش يستطيع أن يرافق الحراك في 48 ولاية وأن يضمن أمن كل هؤلاء الملايين اللي خرجوا للساحات، ويؤمن مؤسسات الدولة، ويؤمن طرقات، ويؤمن المدارس، ويؤمن الثانويات. هذا الجيش يعني لابد أن نؤدي له تحية عسكرية، وهذا الجهوزية وهذا القدرة لم تأتي من فراغ، وإنما أتت. إحنا كان المرحوم رحمه الله شفنا لا يدخل إلى بيته، يعني من ناحية عسكرية إلى ناحية عسكرية، من منطقة إلى منطقة، من مناورة إلى مناورة، بعضها بالذخيرة يعني الحية، وبعضها بالذخائر الأخرى يعني إلى غير ذلك، في الجو، في البحر، في البر. يعني أنا قلت لك يا ريت أن على المستوى الجبهة المدنية والسياسية يكون عندنا فعالية وجهوزية 10% من جهوزية واستعدادات وأداءات الجيش الوطني الشعبي، وإيقاع في الأداءات لو تكتمل الجبهة المدنية، يعني بالجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي بنفس الوتيرة وبنفس النظرة وبنفس الإيقاع. نقول لك الجزائر في حدود 10 سنوات ستتحول فعلا إلى قوة دولية، لن يركعها أحد. أنا نقولها لك بكل إن شاء الله هذا العمل، يعني الجبهة المدنية والاقتصادية السياسية الاجتماعية الثقافية، إن شاء الله تلحق حتى هي، لأن هذه اللحمة اللي خلقها الجيش مع شعبه والشعب مع جيشه، واللي الآن جنازة المرحوم غدا، هذا الرجل سنخرج كامل غدوة وما بعد الغد لما نشوف آثار الجنازة سنتأكد ونقر بحقيقة أن الرجل خدم الجزائر 64 سنة دون توقف، وخدمها حيا وسيخدمها ميتا، خدمها بالوفاة هذه اللي قدرها له رب العالمين، وخليني نكمل بالجو، وسيخدمها بالجنازة تاعه. صحيح، يخدمها بالجنازة. أيضا ربما المشاهد التي ستكون غدا ستعطي صورة للعالم الخارجي وأيضا للمشككين على أنه الغالبية في الجزائر كانت مع الطرح، مع طرح الانتخابات وليس أي طرح آخر. هذه جنازة الفقيد ستكون استفتاء ثاني، يعني ستؤكد الانتخابات الرئاسية، يعني ستكون الكثير يعني شكك، يعني وتعطي أيضا درس للمتربصين خاصة في الخارج. نحن وصلنا يعني مرحلة التشكيك ومرحلة التخوين نالت حتى يعني من شخص الراحل، رغم ذلك سار على الدرب، لم يخرج عن الدستور. الجنازة ستكون أيضا يعني بحضور خاصة عنصر الشباب، إذا كان لاحظت يعني الآن كثير من الشباب حتى يعني متأثرين بوفاة الفقيد، منذ وفاته حتى 10 صباحا من يوم الاثنين تم تسجيل أكثر من 300 مولود باسم أحمد قايد صالح. يعني كل هذا
يعطي انطباع بأنها ستكون جنازة كبيرة وكبيرة جدا، يعني تليق بمقام الراحل وتليق بمقام الجزائر وبمقام المؤسسة العسكرية. لكن يجب أن تكون هذه الجنازة درس للذين شككوا في نية المؤسسة العسكرية وشككوا في الشعب الجزائري، التحام الشعب الجزائري بمؤسسته العسكرية. يجب أيضا أن تكون هذه الجنازة أيضا أن توحد كل أطياف الشعب، يعني هناك بعض الأبواق وبعض العناصر التي عملت على التفرقة وعملت على التشكيك ونجحت إلى حد ما في جذب بعض خاصة بعض الفئات الذين لا يعرفون دقائق الأمور، يعني لا يعرفون ماذا يجري بالضبط، ماذا جرى بالضبط، ولا يعرفون التاريخ القريب. هذا الآن يجب أن نقف وقفة رجل واحد، يجب أن نتخلى عن الفرقة وعن الاختلاف وعن كل ما يؤدي إلى تمزيق هذا الجسد الواحد. يجب أيضا أن تكون هذه الجنازة رسالة من أجل بعث الحوار ما بين كل الأطراف، يعني ما بين كل أطياف الشعب الجزائري، على الحراك أيضا أن يحدد مطالبه، أن يحدد أهدافه، لأنه الآن تقريبا صار بلا أهداف. رئيس الجمهورية قال أنه مستعد لمحاورة الحراك، لكن الحراك لحد الآن تقريبا إذا استمر بهذه الطريقة سيصبح مجرد يعني فولكلور أسبوعي، إذا لم يحدد الأهداف نتاعه ويحدد المطالب نتاعه ويحدد الآن هي فرصة يعني حقيقية لا يجب أن يتم تضييعها. الآن وصلنا إلى مرحلة يجب أن نلتف على الجزائر كلنا، يعني من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، لأنه ليس لنا وطن سوى الجزائر. طيب أستاذ جمال بن عبد السلام، يعني خدمها حيا وخدمها غدا يوم الجنازة، ربما كيف يمكن من الناحية السياسية ربما أنه هذا يبعث برسائل إلى الخارج وإلى خصوصا المستعمر الماضي السابق؟ أولا أنا قلت لك بالنسبة للرسائل الداخل، أول رسالة ستصل إلى الجيش الوطني الشعبي. الجيش الوطني الشعبي تعرض إلى هجمات قوية جدا في الأيام الماضية، لأنه لماذا؟ إحنا عارفين علاش، لأنه الحصن الحصين قال إلا حطمنا هذا الحصن تسقط الجزائر وتولي أرض مشاعقة وتموح شرب وروح يعني يدير وش يحبوا فيها. فغدوة تنظيم جنازة لقائد عسكري في مقام، أنا قلت لك ماهوش في مقام رجل برك سياسي، في مقام مرجع الأمة، مرجع شعب، يعني غدوة لما تخرج الجماهير بالملايين وفي الولايات واللي يجيوا للعاصمة واللي يشيعوا، هذا الأمر رايح يخلي الجيش الوطني الشعبي يسقط كل تلك الحملة الشرسة، كي الجمرة تطيح في الماء يولي الجيش هذا يحس بروحه فعلا أنه مسنود من شعبه، وانه اي يعني رايح المعنويات تاعهم تضرب ملتيبلي بار ميل، ماشي ملتيبلي بار ديس ولا كذا، لان الجندي واللي حس انه وراه امته وراه في طليعه هذه الامه الى غير ذلك. الرساله الثانيه الى ابنائنا في الحراك، ابنائنا في الحراك احنا على بالنا انه نقدروا نقسموهم الى طرفين، الطرف الأول هما الناس المخلصين، الناس الصادقين، الناس الغاضبين، الناس المجروحين اللي تنظلموا وعادوا ما يثقوا في حتى حاجة. غدوة اليوم كما تفضل خويا محمد، أهداف الحراك المرفوعة تحققت، يعني ما بقى لا بدون بيئة، راحوا في زوج تنحاو، اليوم رئيس جديد يدعيهم إلى الحوار والاستماع والانفتاح عليهم. إذن هؤلاء ومن بعد يلقوا هذا الالتفاف الشعبي حول شخص كانوا يشوفوا فيه باللي ربما هو لعرقل ذهب البيل أو بيدو، لما يشوفوا هذا الموقف الشعبي لازم يتكاكاو شوية مع روحهم، يفهموا باللي
كلنا متفقون على رفض الظلم، لكن الفرق بيننا وبين هؤلاء الإخوة الغاضبين أننا احنا مشينا بسياسة خطوة خطوة وبسياسة التدرج. صحيح. قاعدين نفكوا في الألغام وفي الـ وفي الـ وفي الـ المكائد ولا الدسائس اللي خيطت من قبل والمظالم اللي اندارت. إذن قد نحققها في زمن قياسي، قد نحققها في زمن متوسط، ولكن احنا نتقدم. البارح كان بدوي رئيس وزير أول، اليوم ما كانش بدوي في الوزارة الأولى. صحيح. ما زال ما عندناش وزير أول، ربما يأتي عن طريق على حساب يعني تعيين وزير أول بالنيابة، راح يأتي عبر المشاورات. لست أدري الآن يعني الرئيس الجديد المنتخب أشار إلى هذا. أبنائنا اللي راهم بصادقين نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، خليونا نروح إلى حلول، ما نضيعوش الوقت، ضاعت منا أعوام، ضاعت منا عمرنا، ضاعت منا ثروات ومقدرات. حان الوقت أننا كما نقولوا نراطرابي ونستدرك ما فاتنا. الرسالة للخارج هذه هي الضربة القاضية، لأن كما قلت كل التركيز، لأن بوتفليقة كي كان في الحكم والمجموعة اللي اختطفت رئاسة الجمهورية واختطفت مؤسسات الدولة واختطفت الختم رئاسة الجمهورية، هؤلاء حطموا لنا مؤسسات الدولة الأخرى، حطموا الأحزاب، حطموا الجمعيات، حطموا الإعلام، حطموا كما نقولوا احنا المؤسسات الاقتصادية، حطموا كلش، حطموا كل شيء واقف في الجزائر، خلاو حاجة واحدة ما قدروش يحطموها هي الجيش الوطني الشعبي. لذا التركيز قال هذه المؤسسة الواقفة كي نطيحوها طيح الجزائر. اليوم غدوة لما يشوفوا هذا التلاحم بين الجيش والشعب، بين هذه الأمواج البشرية اللي راح تكون في الجنازة، هما يزيدوش يهضروا. إذا كان عندهم، وأنا متأكد أنهم عندهم مؤسساتهم، عندهم معاهد دراسات، عندهم مخابر تاعهم، الرسالة رايح توصل قوية وقوية جدا. الجزائر هذه ما فيهاش قايد صالح، الجزائر هذه فيها 43 مليون قايد صالح. صحيح. ولهذا يعني يعرفوا قدرهم ويعيدوا حساباتهم في التأدب، التأدب في التعامل مع دولة عظمى اسمها الجزائر. طيب. ما يجرؤوش، وبالتالي يعني أمور رايح تخلي أثار طيبة حتى على رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية رايح يلقى هذا التلاحم، تخليه أيضا هو يقوم بالإصلاحات ويطمح أنه يذهب أبعد مما كان ربما يفكر أن يذهب. طيب أستاذ محمد دلومي، الكرة أيضا اليوم في مرمى الساسة يعني لدعم هذا الجيش والمؤسسة العسكرية التي بقيت صامدة. شوف، يجب أن نعترف أنه الطبقة السياسية مع كل أسف في غالبيتها لعبت دور سلبي، يعني هذا قلت مرارا ونزيد نكرره يعني أكثر من مرة. الآن حان الوقت أن ترتقي إلى مستوى الشعب. لو كانت لدينا طبقة سياسية من الوعي وطبقة سياسية يمكن أن تكون قاطرة لهذا الشعب، لما وجدنا الالتفاف الشعب حول الجيش. يعني كان متعارف عليه أن الشعب دائما يلتف حول حزب، يلتف حول شخصية سياسية. لما الشعب لم يجد يعني الشخصية أو المؤسسة الحامية أو الشخصية أو المؤسسة التي تعطيه حقه، التف حول المؤسسة العسكرية. الطبقة السياسية إذا كان شفت يعني ناس قاطعت الانتخابات، ناس قالت لك الانتخابات ما تعنينيش، مع العلم أنه من قبل كانت تشارك في الانتخابات رغم علمها أن هذه الانتخابات مزورة، ورغم علمها أنها ستنتج رئيس عاجز، شاركت. وفي الانتخابات اللي فاتت لم تشارك لأنها كانت عندها شكوك بأنه راح يكون تزوير، كأنه من قبل لم يكن هناك تزوير. الآن يجب على الطبقة السياسية هذه أيضا أن ترتقي إلى مستوى الشعب. يعني إذا كان لاحظت تقريبا هناك تصحر كبير في الأحزاب السياسية، يعني حتى الشعب فر
من التشكيلات السياسية، من الشخصيات السياسية، حتى الشخصيات السياسية والأحزاب السياسية. ونعيد أعيد وأكرر أيضا أن هذه الشخصيات السياسية يجب أيضا أن تعطي الآن دور لنخبة جديدة لتقود قاطرة هذه الأحزاب، حتى نغير في المعادلات السياسية ونخرج بوجه جديد للجزائر. طيب، في نفس النقطة، ربما في دقيقتين من الوقت. والله أولا واقع الساحة السياسية صنعته العصابة، ما هوش ما كاش رجال في الساحة السياسية، لا حتى لا نظلم الناس يعني. لكن لما تتكلم أستاذ تقول يعني الرجال يبعدون، تتهم النظام. شوف لعبت دور سلبي. أنا راني 37 سنة في الساحة السياسية، لم يترك لنا المجال وتعرضنا للتضييق والتزوير والقمع والشمع والمنع وكل صنوف الظلم والقهر، ولم ننسحب. وإذا كان هذا الحراك اليوم تولد في 22 فبراير فبفضل نضالات من سبقهم، صحيح، وهم قلة قليلة. إذن المشكلة فيها وعليها يعني. بالنسبة أنا حبيت لو سمحت في 10 ثواني، لا لا أعطي لي، عندي نداء فقط وأختم يعني الوقت لا أدري. معلش يزيد لك شوية بركة كده. النداء الأول، أدعو الشعب الجزائري باش غدوة يهب هبة وطنية كبرى باش نحقوا هذا الهبة الشعبية والجنازة، ردا للجميل لهذا السيد وبعثا للرسائل التي ذكرتها. أنا نقطتين لو سمحت، أصبر علي. النقطة الثانية، أدعو السلطات إلى إقامة صلاة الجنازة على الفريق في المسجد الأعظم، وأن يطلق اسم أحمد قايد صالح على هذا المسجد، تخليدا له واعترافا بجميله وأداه. شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال بن عبد السلام، رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة. كما أشكر أيضا كلمة الأخيرة محمد دلومي في 10 ثواني. القايد صالح مات ليحيى ورحل ليبقى، وشتان بين من مات ليحيى والذي رحل ليبقى. نتمنى إن شاء الله أن يرحمه الله برحمته الواسعة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم أيضا أنتم مشاهدين. نلقاكم غدا في تغطية في يوم مفتوح لمراسم الجنازة. إلى ذلك الوقت ابقوا بخير. شكرا.